شيخ، بالنسبة للأغسال المستحبة إن لم تكن على صفة غسل الجنابة هل تجزى عن الوضوء؟ بارك الله فيك. الأغسال المستحبة على اسمها مستحبة، والوضوء واجب، ولا يغني المستحب عن الواجب. فالأغسال المستحبة لا تغني عنه، لا تجزي عنه، بل لا بد أن يتوضأ ثم يغتسل، أو يغتسل ثم يتوضأ. نعم.